هيا بأحمد آمنوا، فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجد. ويصل بنا الحديث إلى حديث التوراة عن أنبياء الله. أنبياء الله هم حملة رسالاته إلى الناس، اختارهم الله عز وجل من بين سائر الناس، اختارهم لمزيتهم، لفضلهم، لأنهم يمثلون ذروة البشرية، لأنهم يمثلون الكمال البشري في أبهى صورة له. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لكن حين نقرأ عن أنبياء الله في التوراة فلا تكاد نجد نقيصة في البشر إلا ونسبت إلى هؤلاء الأنبياء. صحيح في بعض المواطن هناك ثناء على بعض هؤلاء الأنبياء، هناك تمجيد لهم، لكن في مواطن أخرى كثيرة هناك حديث مسهب قميء عن أنبياء الله عز وجل. مثلا نوح عليه السلام أبو البشرية الثاني، تتحدث التوراة بأنه سكر وتعرى، وأن بعض أبنائه دخل عليه فوجده عريانا، ثم دخل عليه ابناه فسترى عورته، فلما أفاق الأب من سكره عاقب أحفاد الابن الذي رأى عورته، الأحفاد الذين لم يولدوا بعد، فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. وكنعان هذا ابن لحام الذي رأى عورة أبيه لما يولد بعد. تستغرب، ما هي فائدة هذه القصة؟ ما هي الحكمة منها؟ فلا تكاد تجد جوابا. لوط عليه السلام، النبي الذي حارب الشذوذ، النبي الذي منع الفجور، تنسب إليه التوراة أشنع الجرائم، فتزعم أنه لما أنجاه الله تبارك وتعالى مما حصل لسدوم وعمورة ذهب هو وابنتاه إلى كهف في الجبل. فماذا صنعت البنتان؟ قالت إحداهما للأخرى قد انتهى الجنس البشري، وكأن الجنس البشري كله كان مجتمعا في سدوم وعمورة. فقالت الأولى للأخرى هلما نسقي أبينا خمرا ثم نضاجعه. ففعلوا هذا في اليوم الأول، ضاجعته الكبرى منهما ثم الصغرى منهما. أنجب لوط من ابنتيه من نكاح المحارم اثنان، سمي كل واحد منهما رئيسا لقبيلة من القبائل التي تحارب بني إسرائيل. لذلك جوناثان كيرتش في كتابه عاهرة على الطريق يقول هذا نوع من الدعاية السوداء، قصة بذيئة يقصد بها التشنيع على العمويين والمؤابيين المكروهين، أي من بني إسرائيل. فكل القصة هذه من أجل الإساءة إلى العمويين والمؤابيين، ليقال عنهم بأنهم أبناء نكاح محارم، أبناء زنا محارم. يعقوب عليه السلام جد بني إسرائيل لم تشفع له أبوته، فتجد التوراة تتحدث عنه بالكلام السيء. فمثلا تتهمه التوراة بأنه سرق بركة أخيه عيسو، البركة المستحقة له بسبب البكورية، سرقها وضحك على أبيه إسحاق. ثم بعد ذلك تبحث عن آثار هذه البركة المغتصبة في حياة يعقوب عليه السلام فلا تكاد تجدها. فتحكي التوراة بأن يعقوب عليه السلام تزوج ابنة خاله لابان، ولما دخل عليها اكتشف في الصباح أن التي دخل عليها ليست زوجته بل أختها. وأيضا تحكي لنا التوراة في موضع آخر عن آثار هذه البركة المسروقة في أولاده، فقد اعتدى ابنه البكر على كنته فوقع معها في نكاح محارم. ما يقرب من 10 قصص كلها تدور حول زنا المحارم في التوراة. ما هو الأثر
الذي تحدثه هذه القصص عندما يقرأ الإنسان أبداً. هيا بأحمد آمنوا، فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجدي.